السلام عليكم. دلوقتي نشوف مثال سهل على استخدام الداينامو. خليني ابدا اقول له ان انا عايز ارسم بوينت باي كوردينيتس. باي كوردينيتس يعني هو محتاج الاكس والواي والزد، هو اوتوماتيك بيعتبرهم كلهم صفار. لو جيت هنا وقفت على ديت هتلاقي هنا المعلومات كلها صفر وصفر وصفر. طيب ممكن اجي هنا واقول له انا عايز نمبر، في ان انت تكتب نمبر او تقول له نمبر سلايد. طيب انا اخترت اهو النمبر سلايد. نمبر سلايد ده مثلا هاجي هنا واقول له ان ده 22. طيب وهبدا اوصل ده في الاكس، اتنقلت هنا الاكس. طيب خلينا ننسخه بقى كام مره كده، ماشي. وده هقول له ما توصلوش بحاجه، فبقى عندي ده 00. وده هخليه هنا، بس هقول له بدل ما توصل للاكس وصله للواي، فبقى عندي هنا ده في الواي وهنا في الاكس وهنا في الزيرو زيرو. وهخلي واحد هنا برضو في الاكس والواي بالشكل ده. طيب هعمل واحد برضو كمان اهو نقطة في النص، يعني هقول له ايه، خلي لي ده 11 واوصل بالاكس وبالزد. بص حصل ايه بقى، في هنا ده في الاكس وفي الواي 22 22، ده 22 0، ده 022، وده 00. طيب عايز بقى اربط بينهم، فهقول له ارك باي 3 بوينت. طيب خلينا بقى نشوف، هنا بيقول لي الفيرست بوينت، هاخد اول نقطه، اول نقطه اللي هي دي مثلا اهي، ودي التالت نقطة. ومحتاج الثيرد بوينت، هاخد الثيرد بوينت اللي هي ديت اهي، فراح راسم القوس بالشكل دوت. حلو قوي. هبدا بقى اخد ديت، تمام. طيب دي هقول له ان ده مش هيبقى في الفيرست، ده هيبقى في الثيرد، وده اللي هيبقى في الفيرست، تمام بالشكل دوت. ممكن نعكسهم بقى، نقول له ده هو اللي في الفيرست، فبدأ يرسم القوس بالشكل دوت. طيب ونعمل اتنين كمان، ده ثابت معايا، ده اللي في النص على طول. طيب ده هقول له ده في الثيرد بوينت بالشكل دوت، وده هقول له ان ده في الفيرست، هيبقى بالشكل دوت. ناقص بقى اخر واحد اهو، ده موجود هنا في الفيرست وفي السيرد، ده موجود في السيرد، يبقى ده اللي هيبقى موجود في الفيرست. فيطلع معانا حاجة بالشكل دوت. خلينا بقى ايه، طيب احنا عملنا دول كلهم، ممكن نقول له لا احنا مش عايزين دوت، ونخليهم كلهم يتغيروا في مرة واحدة، مفيش مشكلة. يعني ده هيبقى مثلا مرتبط هنا بالواي، وده هو اللي هيدي للواي، وهو اللي هيدي بالشكل دوت، تمام. طيب خلينا ناخده كده على جنب ونشوف ايه اللي هيحصل لما نغير في القيم ديت. بص كله بيتغير مرة واحدة. طيب احنا ممكن برضو ما ناخدش النمبر سلايد، لا ناخد القيمة اللي فوق ونقسمها على اتنين. هنعمل ايه، هنيجي هنا نقول له كود بلوك اهو، وهقول له ان على اتنين، يعني الرقم اللي هنا هيخش لك من هنا هيقسمه على اتنين. هقول له هنا اهو، طيب هيطلع بقى كام، هيطلع نفس الرقم ده يقسمه على اتنين. هقول له حطه لي هنا عشان اول ما يتحرك كل الشكل يتحرك، فيبقى الشكل منتظم ما فيهوش مشاكل خالص، تمام. يبقى انا كده لما بغير كله بيتغير مرة واحدة. وده مش محتاجين، تمام. وصلت الفكرة؟ يبقى كده النمبر ده انا عملت له كود يقول له خد الرقم اللي يجي من هنا وقسمه على اتنين ايا كان الرقم، وحط لي النقطة دي في المنتصف.